المصارف الإيطالية تعاني من متاعب بسبب القروض المعدومة الهائلة التي تراكمت على مدى سنوات من الركود الاقتصادي في البلاد والقرارات الإدارية السيئة. مصرف مونتي دي باتشي دي سينا الذي يعتبر أكثر المصارف الإيطالية تعثرا جاء في المرتبة الأخيرة بقائمة اختبارات الضغوط الأوروبية، غير أنه أعلن عن خطة للإنقاذ. المصرف يخطط للتخلص من قروضه المعدومة وإعادة هيكلة رأس ماله بما يصل إلى 5 مليارات يورو، إلا أن أسهمه تراجعت في بورصة ميلانو بنسبة 2.4% ليصل سعر السهم إلى 0.30 يورو، ما يعني أكثر من إلغاء المكاسب التي تحققت يوم الاثنين.